الترتيب واتحاد الكوره ووزير الشباب 10,000 مره. مره بتاعت كوره النادي ككيان ككيان. كان عندنا لاعب لعب وهو مهووس ولاعب لعب بالمخالفه للجنه انضباط وقراراته. وانا مش عايز اقول حاجه عن الاستاذ عادل الشرواجي لانه ده صديق عزيز من زمان. هي اللي هي ده اللجنه بتاعت الانضباط اللي هو طلع بنفسه وقال قبل كده القرارات انضباط ورفع هو كان لسه في الانضباط. هو راجل محترم لعب في محكمه النقد وراجل مؤدب وكان معاه في الدايره شخص تاني صديق عزيز كان بيلعب معايا كوره هي كنت رئيس محكمه في الكيكات بس اللي كان اهلاوي محمود علاء اهلاوي وعارف وعادل الشرواجي اهلاوي وعارف وابعدوا الاهلي والزمالك عن القضاء والنيابه ده خطر ده خطر على فكره يا جماعه اخطر حاجه للدماء القروي او الديني او السياسي او الحزبي يدخل في القضاء اللي كان اهلاوي محمود بيه كان بيلعب معايا كوره اهلاوي بيلبس الكابتن وكان رئيس محكمه معايا في مجمع كيكات. انما حضرتك لما تقول اصل انا برجع انت كان قدامك ثلاث حلول وانا كنت موافق عليهم اديله براءه خفف العقوبه اي من العقوبه هات لي نص في لائحه القانون نص واحد يقول لك كده ملفات دي انا بقالي 15 يوم قاعد بكتب فيها هتترجم وهتروح الفيفا ومحكمه الكاس. مش هنسيب حق الزمالك. تاني مش هنسيب حق الزمالك. تاني يمكن احنا اجتمعنا وخدنا قرار بالاعتذار عن مباراة العار وكأس العار. تاني مباراة العار وكأس العار. محدش فينا محتاج يسافر أو يركب طيارة ببلاش. كل اللي قاعدين دول شبعانين ورفضنا عاد الأخ سليمان وحدان اللي رفض يحضر الاجتماع النهاردة مع إن أنا اللي جاي مع ان انا اللي اعمله العضويه من ثلاث سنين. الوزير بفهمه انه هيجي رئيس نادي. تعال شيل شيله تقيله. تعال فتره. ثاني يوم الاعتذار جات لي ثلاث قضايا محمود الخطيب قضيه جديده من اربع سنين. شيء نفس القضيه؟ أول مرة. تاني قضية هشرح لكم بنت انتهلت صفة إنها رئيسة لجنة هنتكلم فيها دلوقتي بس ما توصلهاش ودي مصيبة. وتالت قضية برضه محمود الخطيب. أنت سألتني سؤال يا أستاذ مصطفى. ليا السؤال ده؟ لا ليهم هم. في البلاغات اللي الالاف ضد الخطيب ورجاله ولا حاجه ثاني شمس. انا اصل في النادي العام سكني طبعا. اذا كنت ما بينك السياسه من اربع سنين تاني واحترمت الاول لا حضرتك لازم تقابلني عشان حضرتك عندي كلام ما ينفعش يتقال في العالم. يا استاذ وزير العدل بالنسبه لي استاذ انا شخصيه محترمه جدا جدا لازم تقعدوا معايا تسمعوني وتشوفوا الولد معايا. القصه مش هتمشي بالطريقه دي. مش هتمشي بالطريقه دي. ده العدل اساس الكل. ده احنا الحاجه الوحيده اللي فرحانين بيها جدا جدا بعد اذن بلدنا وامن بلدنا الارض.